السلام عليكم، معكم احمد انديا. شنو هو الدخل ديالي المادي؟ بزاف ديال الناس كيعرفوني ولكن ما كيعرفونيش شنو هي الخدمه ديالي الاصليه. اول حاجه، انا الخدمه ديالي داير مدرب. اوكي، اي بوجو شي ناس يقول لك شنو هذا المدرب ديال انت هذا المدرب هذا، بالاخص في المنطقه اللي انا ساكن فيها ما كيعرفونيش شنو كندير، شنو هو الدومين ديالي اصلا، واش هما يقدروا يجيو يستافدوا من داكشي اللي كنخدموا انايا ولا ما يقدروش يستافدوا منه. كما قلت لكم، انا الدومين ديالي مدرب. مدرب فاش كندرب انايا؟ مدرب في مجال ديال التنويم المغناطيسي، وكذلك مدرب بعض المجالات منها الربح ديال الانترنت، او كيفاش انت عندك واحد الدومين او ما عندك حتى شي دومين او ما كتعرف حتى شي حاجه، وكيفاش تبدا تخدم سيغ انترنت، تبدا تدخل واحد المبلغ مادي من الانترنت، او لا دير واحد المهنه ديالك غتعلمها في الانترنت. فكما قلت لكم، عندك الربح من الانترنت والعمل من الانترنت، وكذلك في نفس الوقت كندرب مجال ديال التنويم المغناطيسي. شنو هو التنويم المغناطيسي؟ هو واحد المجال ديال الانسان كيكون جالس قدامك وكتعطيه بعض التوكيدات وكتشدو بعض المناطق بحال الراس ديالو الى اخره، وكدير له النوم او النوم المغناطيسي، او بحال شبه النوم، بحال كتنعسو، وكتبدا تعالجو الى عنده شي امراض نفسيه ولا عنده شي مشاكل نفسيه. وكذلك مقرب التنويم المغناطيسي ديال الترفيه، كيفاش دير عروض ديال الترفيه، التسليه، الضحك، تبرمج العقل الباطن ديال الانسان الى اخره. وبحثوا في اليوتيوب على التنويم المغناطيسي وغتلقاو لي فيديوهات ديال التنويم المغناطيسي. حنا الدومين ديالنا كنعالجوا التنويم المغناطيسي، وكندربوا كنعالجوا التنويم المغناطيسي. كذلك في نفس الوقت كنديروا حصص علاجيه ديال التنويم المغناطيسي. اي انا شخصيا كندير حصص علاجيه ديال التنويم المغناطيسي. شنو هو هذا العلاج هذا؟ بحال دابا الناس مثلا اللي عندهم الادمان، اي بزاف الناس مدمنين بالكارو ولكن ما عارفينش كيفاش يبعدوا منه. حنا كنعالجوا هذا المشكل هذا، وكنساعدوا الناس باش يخرجوا من مشاكل ديال الادمان. الناس عندهم اكتئاب، بزاف الناس عندهم مشاكل ديال الاكتئاب، ما عارفينش كيفاش يخرجوا منه، ما عارفينش كيفاش يلقاو شي حل باش يخرجوا من هذا المشكل ديال الاكتئاب. بزاف الناس داروا بزاف ديال الادويه ومع ذلك ما عرفوش كيفاش يخرجوا من هذا المشكل ديال الاكتئاب، مازال كيجيهم الاكتئاب. كذلك كنعالجوا لهم هذا المشكل. الناس اللي عندهم مشكل ديال النوم ما كيقدروش ينعسوا بالتفكير بزاف، الناس اللي عندهم الوسواس، الناس اللي عندهم اختلال الانيه، الناس اللي عندهم جميع الانواع ديال المشاكل النفسيه، كنعالجوها عن طريق التنويم المغناطيسي، اولا كنساعدوا الناس باش يخرجوا من داك المشكل اللي عندهم. فالدومين ديالي واضح، هو انني انا كنقري الناس وكندير حصص علاجيه للناس. فكيبقى اختياري ليك، يا تجي دير دوره تكوينيه عندي في مجال ديال التنويم المغناطيسي، اولا لي دومين ثاني يمكن لك تعرف عليهم اذا بغيتي تواصل معايا في الواتساب وتعرف على شنو كنقريو، او دير حصة علاجية بدون دواء بلا حتى شي حاجة. فانت واش ممكن تدخل او يكون عندك دخل مادي انت من هاد لي دومين؟ واه ممكن، حتى انت ممكن تكون منوم مغناطيسي بحالي، تقري الناس الدومين ديال التنويم المغناطيسي ودير حصص علاجية بالتنويم المغناطيسي وتفيد الناس. حيت اهم حاجة حنا عندنا ماشي هو الدخل المادي، بل اهم حاجة عندنا هو نفيدو داك الناس ونعطيو واحد الحاجة اللي غتفيد داك الشخص. فمن غتعطيها له فمن طبيعه الحال غيكون واحد الدخل مادي ليك اللي غيشجعك باش تزيد تعطي في الدومين اكثر. فانا هذه الخدمه ديالي، انا مدرب في مجال التنويم المغناطيسي ومعالج في التنويم المغناطيسي، وكذلك كنقدم دروس العمل عبر الانترنت او الشغل عبر الانترنت. كنعطيو بعض النصائح وبعض التعليمات وبعض الطرق والاساليب اللي غتخليك تخدم في الانترنت. علاش؟ حيت انا خدمتي كلها سيغ انترنت، اي الاشهارات ديالي كلها سيغ انترنت، بعض الحصص العلاجيه كنديرها غير في الانترنت عن بعد، كذلك دورات تكوينيه كنديرها سيغ انترنت، اي تقريبا العمل ديالي كله عبر الانترنت. فاذا كنت انت مثلا عندك واحد الشغل في العالم الافتراضي في العالم الواقعي ديالك، فيمكن لك تحولو لعالم افتراضي. ممكن الشغل ديالك عندك مثلا انت صباغ، يمكن لك الخدمه ديال الصباغه ديالك تحولها للانترنت. بحالاش؟ غتعلم كيفاش دير اشهارات لراسك في الانترنت، دير فيديوهات، دير معلومات على الصباغه اللي تخلي الناس يبقاو يتصلوا بك وتجي تخدم عندهم. غيكون الناس من غيجيوك، الناس فين غيشوفوك؟ غيشوفوك في الانترنت. اي دومين عندك تحولو للانترنت كاشهار ليك، والناس من غيشوفو داكشي ديالك في الانترنت غيبقاو يتصلوا بك وتخدم معاهم، وهكا الاقبال غيكون عندك بزاف. الا بغيتي معلومات على هذا الشيء وبغيتي تكوتش على هذا الشيء هذا وبغيتي نصائح على هذا الشيء هذا وبغيتي حتى تكون خدام بحالي انا شخصيا وبحال بزاف ديال الناس على الانترنت، يمكن لك تواصل معايا راني نساعدكم، ما كاين حتى شي مشكل. كنظن هذا الشيء هذا هو اللي عندي. الناس اللي ما عارفينش فاش كنخدم انا وضحت لكم فاش كنخدم. هذا كل شيء، نشوفكم في فيديوهات قادمه، وعلى الله.